تتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في دردشة رياضية جديدة. هذه الدردشة نستضيف لها لاعب من اللاعبين القدامى، سواء على مستوى فريق الرجاء البيضاوي أو الوداد البيضاوي، يعني لعب في الفريقين الرجاء والوداد. الأمر يتعلق بسي فوزي القدميري. فوزي القدميري، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. فوزي القدميري، أنت من اللاعبين القلال اللي لعبوا في الرجاء ولعبوا في الوداد في واحد الفترة من الزمان، وهذه القضية كانت قليلة شوية. الان مع مرور الوقت ولات المساله تبدو انها عاديه، اللاعب يلعب في الرجاء يلعب في الوداد، سنه اخرى يلعب في الجيش الملكي. واش ما بقاش واحد شي حاجه سميتها انتماء للفريق؟ اولا كنشكرك على الاستضافه، وفكرتيني ماشي غير في فكرتيني بزاف د الحوايج اللي عشتهم في الرجاء وفي الوداد، وكذلك عشتهم كمتتبع البطوله الوطنيه قبل ما نلعب فيها. لان الانتماء لشي واحد كيلعب في الوداد والرجاء كانوا قبل مني بيتشو الله يرحمه، بكار، قبل الصحراوي، هادو كاع من اللعابه القدام اللي لعبوا في الوداد والرجاء قبل مني انا. غير هي جات في واحد الفتره اللي كانت شويه فيها الحساسيه ديال الجمهور والحساسيه ديال اللعابه، كيقول لك انا والانتماء ديالي انايا للمدينه ما نلعبش مع ولاد درب السلطان، ولاد درب السلطان ما يلعبوش في الوداد، حيت الفياف ديال الفريق هي تيكون تما. ولكن هاد العقليه تبدلات مع مرور الزمن، لان الوقت غدا وكتبين الناس بان كاين اخطاء، والانسان كي الى جيتي تشوف كيوصل لواحد الدرجه ديال النمو وكيبدا يفكر في المستقبل ديالو، ولا يبغى يقول الانتماء ديالو راه ما غاديش. الا بقى واحد كينتمي للدار للمدينه القديمه وما يلعبش في الرجاء، راه غادي يبقى تما وغادي يسالي في المدينه القديمه، لان الخبز ما تعرفش فين. الا شتي الموظف ديال الموظف في الوظيفه العموميه كاع، الانسان ديال البوليس راه هو من وجده خدام هنا في كازا، ومن كازا خدام في تازا، لان ظروف العيش كتحتم عليك باش تقلب على القوت ديالك، يمكن لك تدافع على اي. وكذلك اللاعب كما قلت لك ينضج، في كيولي محترف شي شويه، وفي كيولي محترف راه كيقلب على العيش القوت ديالو، وراه غيدافع على هذا الفريق ولا هذاك الفريق بغض النظر على الانتماء ديالو، لان خصو يدافع على هذاك الفريق، لان اون فوا كتي في بارتي من هذاك ليكيب راه خصك تعطي، تي دونا فو خصك تعطي وتسنى المقابل. والانتماء ديال هذا راه هذا فكر كاين، ولكن خطا. كنتي تلعب في الرجاء وانت تسكن في المدينه القديمه، كيفاش كنتي تعيش الاجواء ديال الجمهور تاع الوداد والتحيط بك الوداد؟ لا الا كانت المعزه واحد القضيه عندنا في المدينه القديمه، الولاد المدينه القديمه كيبغيو بعضياتهم، تلعب في هنا ومع العلم ان في الوقيته اللي كنت كنلعب كانوا محبين ديال فريق الرجاء في المدينه القديمه، لان في كنكون انا في المدينه القديمه كنشوف بعض المحبين كيجيو كيبقاو يسارات تعرفهم كيسقشوا على الكواليس، كي كان الفيستيار كي كانت لونطريما، واش جات ترينا فلان، مع العلم ان هذيك الحقبه اللي كنت فيها انا من حسن الحظ جات في واحد الفتره كان فيها النتائج، وكانت فيها الجوده ديال اللعابه، وكان فيها الجوده ديال 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 الجمهور، وكذلك كان عندها تاريخ، لان في هذيك الفتره عرفت واحد النوعيه، واحد التغيير جذري، بحيث ان في هذاك العام اللي مشيت انا الرجاء اللي هو 87، ومع العلم انا راه كان عندي سوابق قبل، كنت في الوداد ومشيت لفرنسا ورجعت عاود سنيت في الرجاء. هذيك الفتره اللي كنت انا في الرجاء كان جا واحد المدرب محترف 100% اللي هو فرناندو كابريتا من البرتغال، لعب لا كوب دوروب مع كان كيترين بفرق ديال ليكيب ناسيونال ديال البرتغال، وعرفتوا المسار ديالو لان راه كان في لا كوب دوروب ديال 84. هاد السيد اللي جا غير المنهجيه وطريقه العمل في الرجاء، وغيرت المنظومه ديال التسيير في الرجاء، بحيث ان هاد العام كما كيعرف الجميع ان هاد العام جا الاحتضان، وهاد الاحتضان كتكلف بك مؤسسه ديال الدوله، كتاخذ المسار المالي وكاع المسائل المستقبليه ديال اللعابه، لان اللعابه كيكونوا كيلعبوا الهوايه ما كيكون عندهم حتى شي مدخول، تيكون عندهم لي بريم دو ماتش ولا السالير ديال الفرقه ولا لا بريم سيناتور، وهذاك الشيء كان ضعيف بارابور الانسان المحتاجات ديالو وظروف الحياه. فهذاك العام جا الاحتضان، وهذا الاحتضان وفر لنا واحد المال للفريق، وفاش وفر المال راه كتعرفوا في كيكون الفلوس النتيجه، كيكون النتيجه وكيكون الاطمئنان حتى في اللعابه، ذهنيا كيوليو مطمئنين وكيوليو كيدربوا كيوليو كيعطيو. وكذلك مع القدوم ديال هذا المدرب اللي كان عنده واحد الخبره وكفء،
وجاب عقليه احترافيه ولينا كان منظمين في لونطريمون. ماشي ولينا انا ولي انا كنت منظم ولكن جيت لقيت هاد الظروف بحال هكا على العكس اللعابه اللي كانوا قدام ما لقاوش هاد الظروف كانوا الفوضى وهذا وكانوا كيمتازوا ماشي عشان نقول لك لا مسؤوليه حيت كانوا كيلعبوا غو بور بليزير كي راك تيقصروا تي هذاك لهذا ما كانش البطوله فالجهاد كبريطا كان كيحتم على اللعابه يقلبوا على النتيجه اولا قبل من الفرجه وانا طحت في هذه الفتره بحسن الحظ ديالي طحت في هذه الفتره فيها بزاف ديال الحوايج اللي فيها ايجابيه فيها الاحتضان فيها الاحترافيه في العمل وفيها الجوده في العمل والنتيجه راه كانت لعبتي في الرجاء في هذه الظروف ديتي معهم البطوله وديتي معهم كاس افريقيا يعني انتقلتي مباشره الى الوداد ايضا حققتي معهم الالقاب الوداد نفس الالقاب جيت في 92 93 لقيت الوداد كتلعب دومي فينال ديال لاكوب دافريك مع لاسيكا بيجان ولكن غير انا من سوء الحظ عاوتاني هنايا في الوداد جيت لقيت اللائحه مدفوعه على لاكاف ما عنديش الحق نشارك جيت ولكن كندرب وكنلعب كنلعب البطوله الوطنيه ولكن ما كنلعبش لاكوب دافريك جيت معاه لدومي فينال كنا خسرنا بوقيله بجوج زيرو لهي ورحنا هنا بثلاثه لواحد هي هذيك لا فينال مع السودان كنت ولكن ما عنديش الحق نلعب ديت الكاس افريقيا وفي هذيك السنه فزنا بالبطوله الوطنيه والعام الاخر فزنا بكاس العرش 94 فزنا بكاس العرش 95 وقيله فزنا بالبطوله 97 فزنا بكاس العرش وفي 92 94 فزنا بلاكوب افروازياتيك مع باس ديال ايران ونهزمنا في الكاس افرو اوروبيا مع مارسي نرجع لواحد المحور اخر هو اللعب القديم دابا اللعب القديم يعني كيفاش كانت يسالي المسار الرياضي ديالو يعاني كما قلتي المشكل المادي وكذا نتوما طحتوا في هذه الفتره تاع الاحتضان يعني هضر لينا شويه على الفتره تاع الاحتضان وشنو الايجابيات اللي كان عندها هاد الاحتضان بعدا خارج من عند واحد شخصيه بارزه في البلاد اللي هو الله يرحمه الحسن الثاني لان كل كعلم الجميع كان مقرب جويه للعابه بزاف وكان كيشوف بان المسار ديالهم في الاخر كينتهي بمأساوي كينتهي بان اللعابه ما كيكونوش عندهم هما كانوا لعبوا في الاحتراف الكبير كوسا سوا في المغرب ولا في اوروبا ولكن في النهايه ديالها كيسمع عليهم بانه مات كلوشار مات ما عنده التريال فهو فكر في الفكره ديال الاحتضان وخلى المؤسسات الكبرى يمدوا العون للفرق الوطنيه من ناحيه التشغيل هذوك اللعابه كيوليو كيلقاو وظيفه ولكن بعد ما ينتهي المسار ديالهم الكروي في هذاك الفريق انا جيت في هذه الفتره هذه ديال الاحتضان ومع النتائج كانت مزيانه سهلات عليا نتوظف مع الفوج الثاني بعد ما كان الفوج الاول اللي هو ديال 87 88 لان كنت في 87 ولكن سبقوا الناس اللي قبل مني اللي اسافوار حسن موحد سعيد صديقي ادريس عشال بشير نور الدين مراسيل هادو ما الدفعه الاولى وحنا جينا في الدفعه الثانيه ديال 88 89 اللي بقينا في حيت حنا انا خديت ديسيزيون دو ريكروتمون في الطياره جايين من الكابون عطاها لنا الله يرحمه المسيوي كان حصاد هو لو دي جي عطاونا الديسيزيون دو ريكروتمون ديالنا ديال لوديب دخلنا لوديب ولكن ما كتكونش الحضور فعلي في الخدمه ماشي الحضور في الخدمه كانت الحضور ديالك في الخدمه هو الحضور ديالك في التدريب ولكن راه كما قلت لك فاش جا هذاك الكبريطا هذاك راه سيريو في لونطريمون ولا غيبتي غير حصه من الحصص راه ما تلعبش المقابله هذا كيبين لك بان راه انت واحد ني انديسبونسابل ما انت واحد ما ماشي ولكن كيفاش حسبتي على المكانه ديالك في 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 الشركه اللي راعيه تاع الرجاء فاش تنقلتي للوداد لا حيت فاش خديت الديسيزيون ريكروتمون ديالي ديال العام الاول في 89 القانون كينص عليك 90 كتولي مرسم الترسيم خديته في 90 استدر انا الى بغاو يخرجوني من الخدمه خص نكون ارتكبت شي خطا اداري مهني ما نكونش ارتكبت شي خطا في الرياضه واخا انا العلم كان كنلعب في الرجاء وبقيت في الرجاء حتى 92 93 وانا ديك الساعه راه ترسمت فاش غنتقل الوداد غادي ننتقل الوداد ولكن القانون عاوتاني والظاهر تيقول بان اي واحد ممارس الرياضه
عنده الحق باش يلعب الرياضه وياخذ واحد لا ميزون ديسبونيبيتي من الخدمه ديالو ويزاول الرياضه طونكو راه كيلعب الرياضه في كتكون لعب. وانا مع العلم انا لعبت عامين في ليكيب ناسيونال كنت كلاعب دولي من 90 حتى 93 حتى السنغال غادي نمشي لكوب دافريك السنغال نبقاو في الوداد والرجاء ما تطلعش بان شحال هذه كانت ديك الخصومه الزوينه ما بين الجماهير تاع الوداد والرجاء دابا انتقلت الى العداوه هذا ودادي ما تحمش رجاوي هذا رجاوي ما تحمش كيفاش تشوف هذه الظاهره وشوف احنا ما كما قلت راه ما كان عمره ما كانت عداوه وخير دليل ان احنا راه كان الوداد والرجاء راه اصدقاء اللعابه بعضياتهم راه كيدوزوا السيمانه وخصوصا انا في المدينه قديمه وغيكونوا كاع صحابي ولاد الوداد ولكن الاحترام خصو يكون العداوه ثابته كما قلت لك احترام داو العداوه ثابته ولكن الاحترام خصو يكون دابا انا ما نخليش من حقي هو ما يخليش من حقه في الميدان ولكن خارج الميدان راه كنعومو كندوشو كنتسالمو كنصاحبو نشربو قهوه نتذكرو هذا اللي كضر كضرني كذلك الجمهور الا لاحظت في القديم راه ما كانش هاد الفرق ما بين الجمهور الوسط التيران وكانوا لي بلاص ماشي اسيز لي بلاص غير جي ريح فين ما بغيتي نقدر نكون انا وياك محبين انت كتبغي الرجاء ونمشيو انا وياك للتيران وانت تغوت على فرقتك وانا ولكن هاد الظاهره خلقوها شنو نقول لك خلقوها المكسب اللي تخلقات في هذا بحيث ان المكسب ولا الجامعه خلقات هاد الظاهره ديال لي زاديرون حيت في القديم ما كانوش لي زاديرون هما اللي كيصوتوا باش يكونوا الرئيس كان اللعابه هما اللي في اخر المطاف في كيكون لاسومبلي اللعابه هما اللي كيختاروا الرئيس واش يستمر الرئيس ولا لا وهذاك الرئيس هو اللي كيجيب المكتب ديالو هكا كان فاش حيدوا التدبير الرئيس اللعابه واختاروا هاد لي زاديرون ولي زاديرون راه يمكن لك راه كلشي كيعرف شنو هو المساوئ ديال لي زاديرون هو راه الا كنتي محب راك محب ولكن فين كتولي كتدخل في التسيير ديال الفريق ما كتبقاش محب لان فين كنعطيك ان اديرون وانفلوون وعندك الحق تحضر وعندك الحق هذاك هنا ما بقيتيش اديرون وليتي انت مسؤول كتساهم في التسيير ويمكن لك التسيير الخاطئ بالعكس عندنا في كانوا الناس اللي لاحظتي القديم راه كانوا شخصيات اللي كيترأسوا فرق وماشي شخصيات لها وزن في البلاد حيت الى جيت على سبيل المثال نقول لك عبد الرزاق مكوار سفير ديال البلاد في هولندا الى غنقولوا مثلا المعطي بوعبيد وزير الاول ديال المغرب السملالي وزير الشباب والرياضه عبد الواحد معاش محامي زعما والناس اللي جاوا اوزان هو اول رئيس ديال المجموعه الوطنيه زعما الناس عندهم واحد الوزن في غادي يولي غادي مع الناظره وهذاك الناظره كيهضر لغه هو كيهضر لغه هنا غيكون ما غيكونش في الميزان ما كاينش واحد الميزان ديال النقاش واخا يفوز البطوله بدات واش انت تتبع البطوله الوطنيه ولا شويه علاش اش غنقول لك ونورمالمون الصحافي اللي خص يقولنا علاش البطوله الوطنيه انا نقول لك من ناحيه الوجهه ديال النظريه ديالي الجوده ما بقاتش يلا هضرنا دابا على المشاكل ديال الفرق ولا خويا الشغب وتا واحد ما يتمنى يكون مريح مع وليداته وكيسمع كلام ساقط في الدار ديالو لا على مستوى ماشي غير مستوى الحضور للملعب انا كنهضر على مستوى الحضور في المنزل تتبع البطوله الوطنيه عارف كنشوف بعض المقابلات كاين شي شويه ديال كاين لو ريتم اكثر من جوده في اللعب كاين الريتم طالع ولكن سافري يدير لا الريتم راه حيت الوقت تبدلات ارضيه الملعب تبدلات بزاف ديال العوامل تبدلوا يعني بالنسبه لك ما كاينش المباريات ما فيهمش ديك الجوده ما باقي ما جبدونيش باقي ما مقتنعش بهم ماشي مقتنعش بهم باقي ما اثيرونيش كنتفرج وكنتبع وكندير لي ديبلوم ديالي اتونسيون حيت واحد النهار خصني انت ندرب هذا هو السؤال ديال الاخير علاش ما مشيتش للتدريب لا ماشي ما مشيتش انا كنت فيه وباقي فيه انا من بعد ما ساليت بعد ما انتقلت لفريق الوداد لعبت في فريق الوداد 5 سنين ساليت الكارير ديالي هي 97 بكاس العرش من بعد التحقت
حيت انا التحقت بالحضور في العمل ديالي من 92 نهار فرقه الرجاء. كنمشي للفريق كنلعب كنخدم في الخدمه ديالي وكندير لا ميزيون سبونزي. كنولي محرر واحد 6 شهور من جونفي حتى لمواد جوان، وكنبقى نزاول في البطوله الوطنيه كنلعب الماتشات ديالي مع الوداد، وفي المواد جويي كنعاود ندخل للعمل ديالي. من بعد مع ساليت الكره كاع في 97 ما بقيتش كنلعب، التحقت بالعمل ديالي 97 عيط عليا بعد ما وليت كنجي للخدمه ديالي كعادي كمواطن عادي كنحضر من 8 كنخدم هنا لوري كونتيني عندنا، ولكن كنخدم من 8 12 جوج 6. كنت كنخدم في الصباح والعشيه كنمشي ندرب في الوداد فاش كنت خدام، ولكن بعد فاش ساليت وليت كنحضر حضوري للعمل ديالي. التحق عيط ليا جا نجمي سمح من نجمين اللاعب القديم ديال فريق الرجاء، قال لي علاش ما تلتحقش بالتكوين بالمدرسه ديال فريق الرجاء كمؤطر. ما ومشيت مشيت وبقيت كنعطر، بقيت انا كان في ليكول ولي كاتيجوري انفيريو كنتريني بهم. من بعد جا شنيدغر بيتر شنيدغر من المانيا وكان دار واحد التجمع للعابه القدام باش يدير لهم تكوين باش يكونوا مدربين في 2001، وجمع كاع اللعابه اللي مشاو لكوب دي مون ديال 86. كنت انا كان نمريس خيري تيمومي الغريسي فتاح ديال الماس فتاح ديال الرجاء الجول هيدامو خيري اوزوغات بديد بيدان سليمان عزيز زعما كلشي نمريس كلشي اللعابه اللي كانوا في 86 ديال كوب دي موند. درنا لا فورماسيون واحد 24 يوم عطاونا لي ديبلوم ديبلوم دوغري 1 ديال لا فيدراسيون، وبقيت انا كمؤطر في هذاك. وعاوتاني جات لا فورماسيون ديال فتحي جمال عاوتاني في 2005 ودرنا المهم التكوين كاين، وبقيت كمؤطر في فريق الرجاء حتى 2015 14 عام وانا في الرجاء كمؤطر حتى جا حرمه الله وتغيرات لا فيدراسيون. ولات لا فيدراسيون كيقول لك خاص كاع المؤطرين يكون عندهم لي ديبلوم، لي ديبلوم معترف به من لاكاف، وحنا عندنا لي ديبلوم القدام خصهم يعطيونا ليكيفالون ديالو نورمالمون. فاش قلتها لحرمه الله وحرمه الله تشاور مع هذا قال لك لا خاص تعاودوا لا فورماسيون من الاول. عاود درنا لا فورماسيون من الاول ديبلوم دي، عاود درت ديبلوم سي، ولكن الظروف دابا جعلت انا باقي عندي ديبلوم سي وراني في ليست داتون ديال ديبلوم بي. ولكن في 2015 خرجت من فريق الرجاء والتحقت بالكلوب ديال الكاف، داك الكاف هو سيركل اميكال دي فرونسي اللي كاين في الوازيس. كنتريني بليكيب بروميير ديال الكاف، باقي الان كنتريني بهم الان، غير دابا مع الكونفينمون ما خداميش. شكرا سي فوزي، شكرا جزيلا على الدردشه هذه، المره الجايه ان شاء الله. شكرا لتتبع قناه انفاس بريس، شكرا لكم والى اللقاء في دردشه جديده ان شاء الله.